اهلا وسهلا بكم احبائي نادر الصفيقي في اخر اخبار الجمعيه. النادر الصفيقي له غدا اخر حصه تدريبيه 10 متاع الصباح بي انكس ملعب المهيري، اقبل ليوم راحه ثم الانطلاق مباشره استعدادات للقاء النجم الرياضي الساحلي، اول لقاء في ايام الموسم الرياضي 2014-2015 بملعب الطيب المهيري مضي ساعتين يوم الاحد 15 فيفري. لدوكادي في النادي الصفيقي باش يلاقيو غدا فريق الشباب القيروانية في مدينة القيروان، مع العلم وأنه كذلك فريق الأمال أو النخبة في إطار مباراة ودية باش يلاقي فريق شباب القيروان. كرة الطائرة بالنادي الصفيقي، الدور الربع النهائي النادي الصفيقي يمر إلى الدور النصف النهائي بعد انتصاره بصعوبة اليوم أمام فريق تونس الجوية بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. النادي الصفيقي كان متأخر بنتيجة شوطين مقابل صفر، رجع في المباراة وانتصر زملاء سمير السلامي. كرة السلة نادر الصفيقي اليوم كان الانتصار حليف زملاء ثريا العطسي ومروا إلى الدور الربع النهائي. جيدو نادر الصفيقي، هو مدرب جيدو بنادر الصفيقي يحكي لنا على مشاركته في البطولة الوطنية. بالنسبة للمشاركة، مشاركة جيدو والوحيد إن شاء الله سينيور، ما هيش عند أصغر ولا أكبر، عنا ما بين 23 جوار ان شاء الله. فما زوز مع التبنيات من احسن ما عندنا في تونس، جوات الاخيره مش كل نقولوا احنا من احسن ما عندنا، لكن فما اقل من الشر واكثر من الشر شويه، نقولوا باهين معناتها يطلعوا البوديوم ان شاء الله. غد الحين شنو مشاركتكم بالضبط؟ مشاركه عندنا شامبيونات التونسي اكيد في تونس ان شاء الله، نمشي ان شاء الله. عندنا ما نقولوا بروحنا كجمعيه سياسات، عندنا جوارات بكذا. هذه اخبارنا اليوم في سياسات نيوز، ملتقانا غدا ان شاء الله في اخبار جديده.